السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طاهر زير وهذه قناتي على اليوتيوب. على قناتي على اليوتيوب في فيديوهات كثيرة بتتكلم عن السواقة وعن رخصة السواقة، ولكن للأسف ولا فيديو عن بروفيشنال لايسنس. وفي ناس كثير سألتني كيف أنا أعبي طلب للبروفيشنال لايسنس، لرخصة تدريب، هذا الرخصة الخضراء بروفيشنال درايفنج لايسنس. إن شاء الله بهذا الفيديو رح نتعلم طرق كيف نعبي على بروفيشنال درايفنج لايسنس، لأنه في طريقتين، طريقة بتدفع فيها 34 باوند للطالعة، طريقة بتدفع فيها 43 باوند للطالعة. الطريقة اللي تبع ال 34 باوند للطالعة هي أونلاين، والأمر سهل وليس معقد، أنا هيك برأيي. الطريقة اللي 43 باوند، طريقة هي عبارة عن فورم بدك تروح تجيبها من عند بوست أوفيس، الأمر شوي معقد. الطريقة اللي 34 باوند ما رح يطلب منك إنه تتصور وتبعت صورتك وتلاقي واحد يوقع لك عليها ومن هالحكي. ليش؟ لأن أنتوا هني رح يستخدموا صورة اللي موجودة على جوازك السفر، إذا عندك جواز سفر ترافل دوكيمنت، اذا ما عندك هذاك الوقت راح يطلبوا منك انه تبعت الصورة. اما بالطريقة اللي تطلب منك 43 باوند من البوست اوفيس، لازم تروح تتصور، تدفع لك لسه 5-6 باوند زيادة تتصور وتبعتها بالبريد، وتدفع كمان 5-6 باوند تبعتها سبيشال ديليفري، يعني العملية راح تكلفك 60-70 باوند. تابعنا لنهاية الفيديو، انت بالاخير بتقرر بدك انت طالعة من طريق البوست اوفيس تعبي ابليكيشن عن طريق البوست اوفيس تبعتها، ولا تعبيها اونلاين. بهذا الفيديو شرحت الطريقتين، اونلاين ابلكيشن، بيبر ابلكيشن. وخلينا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بندخل على gov.co.uk، اي ويلكم تو gov.uk، هذا موقع الحكومي. ندخل على سكشن درايفنج اند ترانسبورت، نضغط على اي مره طلع لك سيشن اخر، هنا بنختار منه اول وحده درايفنج لايسنس. بعد ما نختار منها درايفنج لايسنس بيطلع لنا تحت كمان فئات، ننزل لتحت هنا ابلاي فور ا لايسنس، نختار اول وحده ابلاي فور يور فيرست بروفيشنال درايفنج لايسنس، نحن بنختار هذه. بس هنا حيطلع لك هنا بوبولار سيرفيس، يعني الخدمات المستخدمه اكثر شيء، حطينا بالخيار الثاني ابلاي فور يور فيرست بروفيشنال درايفنج لايسنس، بس نحن ما بدنا ناخذها لانه بجوز تغير مكانه، لهيك انا مش مخربطكم. نضغط هنا apply for a license، apply for your first professional license، تمام. دخلنا لهنا بعدين نحط له start now. هنا بيعطيك شويه تعليمات انه ممنوع تستخدم هدول، refresh the page يعني سوي تحديث للصفحه، ممنوع ترجع تستخدم الرجوع للخلف او للامام، فيك تستخدم هدول بس. بنحط له next. هنا بنستخدم اول وحده التايتل، يعني انت السيد سيدي انسي، هيك تختار بدك اياه. طبعا هنا اذا اخترت other تكتب اشو تحت، اشو انت اضر، يعني الاسم الاول وهذا اسم العائلة. بعدين بنحط هنا الجندر، ذكر ولا انثى. بعدين بنحط هنا تاريخ الميلاد، بعدين هنا الشهر، هذا اليوم هذا الشهر. country of birth، مكان الولادة مثلا سوريا. وين ولدان، تحب تحط مكان الولادة. بعدين بنحط next التالي. هنا بيحط لك انتر ذا بوست كود اند يور هاوس نمبر. طبعا هنا اذا دخلت البوست كود والهاوس نمبر مع بعض راح يعذبك كثير وما راح يعطيك نتيجه، حط نيكس بيطلع لك غلط. بقى الافضل انه انت بس تدخل البوست كود فقط. بعد ما تدخل البوست كود بتحط له نيكست، بيطلع لك صفحه انت بتختار عنوان سكنك، غير هيك راح تتعذب كثير، يعني انا تعذبت حتى لقيت هالطريقه. تختار وين سكنك، نيكست، هذا هو نيكست. هنا بيسال قديش صار لك عايش بهذا البيت، هنا عامل لك ييرز، بتقول له بتعطي له العدد السنة، وهنا كم شهر مثلا 3 شهر. next. طبعا هنا عم بيطلبوا منك انه انت تدخل عنوان سكن تاني، لان انتو هنا please tell us where you have lived over the last 3 years، يعني هنا بدهم عنوان سكن لمدة 3 سنوات الماضية. هذا العنوان الاول، تمام، دخلناه. هنا عم بيقولك add address، second address. هنا بيقولك حط الرقم البناي والبوست كود مرة اخرى، بس هنا العنوان مش في اليوكي، نحن بنحط other ways to enter your address، طرق اخرى لتدخيل العنوان السكن. تكبس عليها بيطلع لك هنا اخر وحده non gb address، non great britain address، يعني عنوان خارج بريطانيا ليس في بريطانيا. تحدده وتكبس next، بيطلع لك البلد انت وين كنت قبل ما تجي لهنا، او اذا انت هنا ومثلا بتعبي وين كنت باي عنوان بتحط انت اي عنوان. بس انا هذا لزوجتي كانت بالسعوديه هي، بس تكتب السعودية عربيا next. بيسألك هلا how long did you live there، كم سنة صار لك هناك، كم شهر next. هذا عنوان أول وهذا عنوان ثاني، خلاص
حط نكست. عم لك هنا انتر تليفون نمبر، عم لك هنا هوم تليفون نمبر رقم ارضي يعني للهاتف البيت، انا بحطه نفسه تبع الموبايل. وهنا ديت تايم تليفون نمبر رقم النهار يعني التليفون تقريبا. هنا عم بيسألك بيرث سير نيم يعني وقت ولدت شو كانت كنيتك. في ناس مثلا انا من عائلة الزير ولدت ابوي سماني طاهر وكنيتي الزير، طاهر الزير من عند ما ولدت الى الان طاهر الزير. بس في ناس تولد مثلا ابوهم بسموهم بياخذوا الكني تبع ابوهم، بس بس يكبروا بيغيروا اسمهم او بيغيروا كنيتهم الكني. بقى هنا عم بيسألوا عن الكني تبع الولادة، اذا هي نفسها بتكتب نفسها. هنا عم بيسألك على المدر نيم تبع اسم امك يعني بجوز اسم ابوها. بليس اوف بيرث مكان الولادة يعني نيكست. هنا عم يسألك على النشرة انشرة نمبر رقم الوطني اذا معك، اذا ما معك ما في ضرورة. هنا عم بيسأل على الباسبورت نمبر، هاي وثيقة السفر. هنا باسبورت او يعني وثيقة السفر نفس الاشي، بناخد نحن الرقم زي بنحط نيكست. فوتو اند سيجنتشر، نحن مو دخلنا رقم الجواز سفر الترافل دوكيمنت. هنا عبي انه دي في ال اي بتأصدر درايفنج لايسنس رخصة سواقة. هنا فوتوغارد لايسنس يعني رخصة السواقة عليا صورة، اكيد كلنا بنعرف انه الرخصة السواقة عليا صورة هيك هنا ببريطانيا. بقى احنا نحن مو عم نعمل طلب اونلاين، عبي اللي اذا انت اعطيتني السماح انه نستخدم الصورة يلي موجودة على جواز السفر والتوقيع يلي موجود على جواز السفر، بهالحالة نحن ممكن ما نبعث لك طلب، نبعث لك فورم تعبيه وتبعث لنا صور وتوقعهم وترسلنا ياهن. اذا بتحب تكبس اتمت، هنا هاي اول وحده. اذا ما بدك هذا الحكي بتكبس نو وهني رح يبعثوا لك فورم وشان تحط انت تصور من جديد وتحط الصور وتوقع. انا رح اقول له ايه استخدم نفس الصوره اللي موجوده على جواز السفر. طبعا مش قطعا عم بيقولوا لنا هلا، بس عم بيقولوا لنا هلا بنهايه هذه الابلكيشن بيقولوا لنا انه اذا نحن بنستطيع ولا لا. خلينا نتابع للنهايه ونشوف ايش بيصير معنا، اذا هني رح ياخذوا الصوره تبع الجواز ولا نحن لازم نبعث لهم صور. رح نحط اول واحد ونكس. عم يسألني هنا السؤال انت سكنت اي دولة اوروبي غير بريطانيا، او اذا ما كانت دولة اوروبي مثلا دولة تابعة يوروبيان ايكونوميك اريا يعني مثل سويسرلاند سويسرا، مش دولة اوروبية بس يعني تحت اتحاد واحد هي اي اي اي. لا ماشي. Are you currently disqualification from driving in the UK؟ لا. انت حاليا هلا سحبوا منك الرخصة او انت ممنوع السواقة او هيك؟ لا. Next. Can you meet the legal eyesight standard for driving? في legal requirement بالقانون لازم انت تشوف number plate رقم اللوحة تبع سيارة على بعد اقل شيء يعني شاد مكتوب هنا 20 متر 30 متر ما بعرف. هل انت بتقابل هذا الشيء؟ نعم عيوننا ما فيهم شيء. Yes. Do you need to wear two glasses to corrective lenses to meet this standard? أقول لك هل انت لازم تلبس نظارات او تلبس عدسات لاصقة حتى انت تساوي meeting the standards يعني حتى تحسن تطبق القانون؟ نعم بدنا نظارات حتى نحن نطبق القانون. اذا انت عيونك ما فيهم شيء بتحسن بتحط نو، دون نظارات نحن ما بنحسن نشوف. نيكست. هنا medical questions، هنا عندك امراض، اذا ما عندك ولا مرض كوست نيكست. I confirm that I do not suffer from and have never had any of the conditions listed previously. هنا انت عم تأكد وبتصرح انه انت ما عندك اي مرض او اي حالة من الحالات يلي ذكرت من قبل. حط نيكست. التالي هنا urgent donation، عم بيقول لك انت بتحب اذا لا سمح الله مثلا صار معك حادث ومتت، هل انت بتحب انه دي في اس اي تعطي تصريح للان اتش اس انه تتبرع باعضائك مثلا القلب ولا الكليه ولا اعضاء جسمك بتحب تتبرع فيهم؟ اذا يس تكبس يس وبتقول انا بدي اتبرع مثلا بالقلب هارت. شوف انا بتحب انت تتبرع تبرع، انا لا نحن لا بريفيوس. اذا ما بتحب تكبس على ثاني وحده، تاني وحده بتقول انه انا هلا بدي حاليا بدي اخلص الابلكيشن تبعي وبعدين بتطلع على الامر بعدين، بس لازم تعطيهم جواب. ايميل ادرس بتدخل الايميل بتساوي كونفورم للايميل هنا لان شان يتواصلوا معك. حط نيكست. بليز كونفورم ذس ديكلاريشن باي كليكينج ان ذس بوكس. عم بيقول لك هنا انت وقع وصرح انه المعلومات يلي دخلتهم ان معلومات صحيحه 100% ومعلومات مش انت حصلتها هيك بالسرقه بالخلصي مشان بس تحصل على درايفر لايسنس مش لك. حط نيكست. وصلنا للصفحه الاخيره. هنا الصفحه الاخيره عم بتقلنا انه انت تسوي دبل شيك للبيانات. الاسئله نفسها سالونا اياهم هاي اجوبتهم جاوبناها.
اي شغله بتحب انت تساوي تشينج يعني بتغير. المعلومات كلها صحيح 100% وكلها فيري سمبل بسيطه جدا. ضل الاخير 34 باوند، لازم ندفع 34 باوند، بين اماونت ندفع 34 باوند. نحط نيكست، جيب كارت البنك. كارت نمبر هو 16 رقم الطويل، بندخله وهنا اكسبايري ديت تاريخ الانتهاء الصلاحي، وهنا السنه اي سنه بينتهى، هنا الشهر وهنا السنه. بعدين من هنا بتحط سيكيورتي كود، هو الرقم الامان اللي بيطلع بقفل بطاقه البنك، اخر ثلاث ارقام. تمام، انا هلا راح اعبيهم، بنشوفكم بالصفحه اللي بعدها. هلا عم بيقول لك امبورتنت، المهم كونفرميشن ديتيلز، عم بيقول لك اذا بدنا شغله وحده حتى نحن نخلص الابلكيشن تبعك يعني نتم اوراقك. You must send some information to DVLA. يجب عليك ان ترسل بعض المعلومات لل DVLA. You will receive an application form in the post. هلا راح يبعثوا لنا application في البريد. Please allow one week for delivery. عم بقول لك رجاء اسمح لنا اسبوع واحد اقل شيء من شان نحن نبعث لك اياها بالدليفري. Please complete this form and return it to DVLA so that your driving license application can be submitted for validation checks. انت بعد تخلص هذه الابلكيشن ابعث لنا اياها في البريد لل DVLA من شان تسمح لنا انه نحن نساوي لنا شيك يسالوا عنك. Your driving license is an official document. يعني رخصتك السواقة هي رخصة أساسية أو رخصة هي official يعني رئيسي. And all applications are subject to DVLA's identity check systems. يعني كل الطلبات يلي بتتقدم هذا راح تروح على ال identity check، يعني راح يتأكدوا من هويتك. Once DVLA has received your form it will be able to carry out the necessary checks and deal with your application as soon as possible. الـ DVLA بس تحصل على المعلومات أو تتأكد من هويتك أنت الشخصية مباشرة بتقوم ببدء الطلب، وعمل ما انتهت تبعت لك الـ driving license. عم بيقول لك هنا please print this page and or make a note of the application reference number in case you have a query. رجاء اطبع هذه الصفحة أو خذ الرقم الرفرنس نمبر هذا الموجود هنا، منشان اذا انت عندك اي سؤال بدك تتواصل معنا منشان تقدم لنا هذا الرفرنس نمبر منشان احنا نحسن نعرف مين انت عم تتواصل معنا. عم لك هنا شويه معلومات. You must not drive until you receive your driving license and the license becomes valid. يعني انت لازم ما تسوق سياره لحتى تحصل على رخصتك للسواقه. وهنا اذا عندك اي تغيير في الهيلث تبعك في الصحه تبعك لازم تخبرون. حط نيكست، خلصنا. هيك بيكون انا هلا خلصت الاونلاين ابلكيشن. It's very simple very easy. خلينا هلا افرجيكم شو بنساوي بيبر ابلكيشن. درايفر لايسنس اذا ما بحب اعبيها اونلاين تعبيها بالفورم ابلكيشن. ببساطه بتروح على البوست اوفيس بتقول لهم اعطوني فورم فور بروفيشنال درايفر لايسنس، رح يعطوك واحد، بس انت بتقول لهم لا اعطوني اثنين ثلاثه او اربعه او خمسه او عشره، لان انتو ما راح تزبط معك من اول مره. سبحان الله، انا وقت عبيت لإلي وعبيت لصديقي وعبيت كذا مره لزوجتي ما زبطت. بتكبر بتجيب اربع خمسه اقل شيء، بعد تفتح الدرايفر لايسنس تفتح هذا الفورم، هذا بتحتفظ فيه مشان انت تبعته في هذا الظرف. راح يعطيك كتيب هاو تو ابلاي، انت ما بدك منه لانه انت عم تتفرج على هذا الفيديو. هذه ما بدك هذا النص، انا حطيت لك اياها كمان هيك لحالها بتنشأ. هذا النص ما بدك اياه، بس راح انا اخبرك شغله. هنا الاسعار اذا ضيعت الدرايفر لايسنس، اذا بدك تطالع درايفر لايسنس تغير عليه اسمك، اذا بدك تغير صورتك، اذا بدك تغير بيتك، كل وحده لها سعرها. في منهم مجانيات في منهم مصاري. هذه ما بدك اياها طبعا، هذه هي الفورم يلي بدك تعبيها ورقه وحده. هذا الفورم طبعا، وهذا ثاني سطر اهم شيء من كل هالحكي. Please use capital letters and fill in this form in black ink. عبلك رجاء نستخدم الأحرف الكبيرة، استخدم الحبر الأسود لتعبئة هذا الطلب. هدول البوكس هدول إذا نختار أي واحدة منهم لازم نحط X وليس إشارة صح مثل ما مكتوب هنا. تمام، أول واحدة A professional license. First professional learner license with a view to passing a test.
هذه هي. نحن بدنا نعبي على درايفنج لايسنس بروفيشنال لايسنس. هدول هنا اذا واحد ضيع الرخصه، اذا عم يغير بيته، الرخصه تبعه انسرقت او اذا انكسرت، بتختار هيك وبتتابع. من هذا الحكي هنا ما بدنا اي شيء. نجي على اللي بعده، هذا رقم واحد خلصنا منه بس اول بوكس. هنا رقم اثنين يور ديتيلز. اذا عندك هنا رقم السواقه، طبعا اكيد ما عندك تتركه فاضي، رخصة سواقة. هدول الناس يلي ضيعوا رخصة سواقة او شيء بيكتبوا لهم هنا. هنا اللي بعده اسمك وين ساكن. مثلا هنا اول شيء التايتل سيد سيدي، لايك مستر مسز مسز مس. نحن بنختار مثلا سيد. سر نيم الاسم العائلي كله كابيتال ليتر. فيرست نيم اسم الاول. ديت اوف بيرث يور كارنت ادريس. هذا لازم تكتب كارنت ادريس، هذا راح يحطوه على اللايسنس تبعك. لما بتحط رقم البناية هنا اسم الشقة، فلات بوزيشن رقم الشقة. بعدين هنا مثلا بتحط البوست كود. هنا بقى بتحط اوبشنال، هذا خياري، بتحط رقم تليفونك وايميلك خياري طبعا. previously details اذا انت مغير اسمك تكتب انه ايش هو الاسم كان عندك. هنا بقول لك country you were born in، الدولة اللي انت ولدت فيها. إذا كنت عايش بأوروبا تذكر الدولة اللي كنت عايش فيها. What date did you come to live in the UK؟ شو التاريخ اليوم يلي جيت وسكنت هنا في بريطانيا؟ مثلا أنت انتقلت على بريطانيا وليكن بيوم 5/7/2017. إذا مانك متذكر اليوم، إذا مانك متذكر اليوم بلا، بس حط تاريخ الشهر والسنة. وإذا مانك متأكد حط الرقم اللي بدك إياه، معلش ما بيأثر. بس أنت الأفضل إذا مانك متذكر بلا كلها على بعضه وخلاص تتركه مثل ما هو فاضي. هنا بقى بيسألوك هنا عن عيونك. Can you meet the legal eyesight standard for driving؟ هل انت بتحسن تحقق الشروط يلي طالبينها هني؟ نعم. كيف تحسن تحقق الشروط؟ بتحسن تلبس نظارات لتحقق الشروط او بدون نظارات كمان بتحقق الشروط؟ بيحسن بلبس نظارات لحقق الشروط. هنا عم بيقولولك اذا بتحب تتبرع شيء، اذا بتحب تتبرع انت. هنا your health، صحتك. Have you ever had do you or currently suffer from any of the following condition؟ انت عندك مرض من اي مرض من هدول الامراض الموجودات المذكوره هنا عندنا؟ اذا نعم بتحط نعم وبتذكر ان اي واحد، طبعا نحن لا. اذا هنا حطيت ذكرت اي شيء عندك مرض بتحكي هنا انه هذا بياثر على سواقتك ولا لا. هنا اثبات شخصيه اللي انت راح تبعته مع هذا الطلب، جوازك السفر، PRP هذا الريزيدنت بيرمنت، هذا بطاقه اللجوء او بطاقه اقامه. تكتب بتحط هنا اذا بتبعت ترافل دوكيمنت بتحط رقم الترافل دوكيمنت، اذا لا مثلا بتحط هنا PRP بايومتريك ريزيدنت بيرمنت بتحطها هنا، رقم PRP بتحطوه هنا. هذا سكشن 6 ساين افتو تو فيريفاي ايدنتيتي. هذا لازم تعطيه للشخص شرط يكون عنده رخصه سواقه، وشرط لازم ما يكون ساكن معك بالبيت تمام، وما يكون مثلا زوجتك او زوجك او قرايبك، لازم يكون واحد غريب وغير ساكن معك بالبيت، بس يكون بيعرفك، بيحط اسمه، بيحط البزنس او عنوانه البيت، حط البوست كود، بروفيشن ايش هو مهنته، مثلا بيشتغل سكيورتي، طالب، اي شيء يكون. انا بذكر الامام بالمسجد سوى ليها. طبعا هنا بتحط التاريخ، مثلا اليومي 13/8/2020، وبتوقع داخل هذا البوكس، ما تخليه يطلع لبرا لانه هذا التوقيع بشيلوه بحطوه على درايفنج لايسنس حقك. وبعدين هنا بتشيل هذه، هاي اللزقة شلناها هيك، بتحط الصورة، بتحط الوجه لفوق، يعني نعتبر هذا وجهي هنا تمام، وهذا خلف الصورة. خلف الصورة هنا بيوقع الشخص اللي كتب اسمه هنا، بيوقعها هنا وبيلزقها هيك. يعني بصير هنا back of the photo، توقيع الزلمة الوقعة هنا بتصير، والوجه هنا، وهذه هنا your checklist، هذه الزاوية، هذه بتتركها للبوست اوفيس. اخذنا هذا مطوية هيك، بنحطها هنا، وبناخذ مثلا الوثيقة يلي دخلناها، دخلنا البي ار بي ولا دخلنا الترافل دوكيمنت، هل يكون نعتبر انه دخلنا نحن الترافل دوكيمنت، بتحط الترافل دوكيمنت هنا هيك، بتروح بتحمل حالك، بتروح على البوست اوفيس بتقول لهم انا بدي ابعت هذه للدي في ال اي. هي ايش بتروح بتساوي؟ بتقول لك 43 باوند هنا، تعطيها 43 باوند، هي بتعطيك شيك مدفوع 43 باوند، بتحط هي الشيك هنا تمام، كمان بتعطيها البريد. بقى هي بتنصحك انه انت ما تبعتها بهذا الطلب، تنصحك انه تبعتها ببريد مأمن حقه 7 باوند او 8 باوند عشان ما تضيع جوازك السفر او ينشأ او ينكب. انت والله بتاخذ بنصيحتها هيك المفروض، بتحطه بهذاك البريد، تكتب عنوان الدي في ال اي
هي طبعا هي بتعرف الدي في ال اي عنوانها، يعني بتلزقها بتحط نقطة مي هنا وتلزقها هيك وبتبعته وخلص، وبتستنى اسبوعين بتجيك بروفيشنال لايسنس وبيرجعوا لك الجواز سفر وهذا كل شيء. بتمنى اذا استفدت من هذا الفيديو تشاركه لاصدقائك، واذا ما لك مشترك معي بالقناة يسعدني اشتراكك وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد يلي انا بنزله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد. باي ناو. Boom.